وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع، وذلك على النحو المبين تفصيلا في التحقيقات. وبناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجرحى المؤثمة والمعاقب عليها بمقتضى نصوص الاتهام 39 و40 و41 و43 و44 و98 جيم فقرة أولى و98 دال فقرة أولى و98 ه من قانون العقوبات. طلبات النيابة. المتهمين المتهمين مش كده برضو ولا المتهمين احمد شوقي احمد عبد العزيز، احمد زكريا، عصام محمد علي، محمد اشرف، روضة حفصة، أمجد محمد، محمد أحمد عبد العزيز، نانسي جمال، باسم، مجدي محرم، يحيى زكريا، إسلام محمد أحمد. ارتكبتوا الجرائم اللي سمعتوها دي؟ ممكنها تمام يا فندم. واحد ها كده تمام. ماشي خلاص اللي حاضر بقى مع مين مع الحضور، نسبه الحضور بس. ماشي، نسبه الحضور مدعي الحق المدني مع مين؟ على مين يعني بتدعي مدني؟ على مين يعني؟ مين بتدعي ضد مين يعني؟ مين؟ المتهمين جميعا الحاضرين، محاضرة الدكتور عثمان عبد الرحمن الكناوي وقيلا عن المهندس حماده شعبان عثمان ابو ميلة مدير عام وزارة الاسكان. طب ده بصفة ايه حضرتك في القضية يعني؟ بصفة ايه يعني؟ تقسيم البلد ده المصلحة مين؟ فين هو تقسيم البلد؟ مواطن يا فندم، مواطن سعادتك مضرور من الباشا البلد. احنا لازم نضرب سعادتك وندعي مدنيا والمحكمة الموقرة سواء في اثناء غزو الدعوة او في حكمها تصدر يا اما بقبول الدعوة يا بردها يا بتغريمنا، وده يرجع للمحكمة الموقرة بس. وسعادتك احنا لسه نتناول في لسه النهارده جلسة افتتاحية بنبدا فيها بس ايه؟ إجرائية بنبدا فيها طلباتنا. والمحكمة الموقرة لا تقبل الطلبات او الا تقبل الطلبات. بسم الله الرحمن الرحيم. ويتحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. طب خلينا بس في الموضوع. سعادتك قول طلباتك. الموضوع سعادتك وطلبه دعا مدنيا ضد المتهمين جميعا. دعا مدنيا بمبلغ 100,000 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. طيب. وانضم الى النيابه العامه في طلباتها برسول اتهام مع احتفاظه بطلبه متصدي المحكمه وفقا للماده 11 اموال اتهام اخرى بعد حصولنا على الاطلاع من القضيه ونصوص مواد الاتهام الوارده فيها. سعاده الرئيس بعد اذن معاليك حاجه ثانيه سعادتك. لا كلمه صغيره. لا حاجه ثانيه طلباتك. ايوه يا ريس هقول كلمه صغيره. سعادتك ليك طلبات ثاني. مفيش مرافعة في الدعاء المدني. في سعادتك ليك طلبات تانية؟ طبقا للمساواه كما ادعى زميلي. ما مش سعادتك انضموا كلكم يا رئيس كلكم يا رئيس معاكم عليك قضيه امر على شعبي باحمد قضيه خساره قضيه مصر في البلد يا الوطن او وطن يا سيد مشرف علي احمد ادعي ثانيه واحده ثانية واحدة اتكلم انا اتكلم انت. اتفضل. حاجة من الاثنين. اتفضل. يعني كفاية احنا قاعدين في الدعوة يعني ما ينفعش مش محكمة يعني. البهوات الأساتذة المحترمين الأفاضل اللي مدعين بالحق المدني.
تجيبوا لي كشف باساميهم كلهم وهظبطهم محضر الجلسه. اشكرك. ولا كلمه ثاني. اشكرك يا فندم. ولا كلمه ثاني. ولا كلمه ثاني. سعادتك كشف بالاسماء بالطلبات بالمستندات انا حسبتها. غير كده مش عايز ولا كلمه. سعاده الرئيس بس ليه طلب اطلاع وطلب فض الاحراس حبيبي لما نيجي نشوف النظر نيجي بقى اسطول ضرب ثاني نشتغل بقى ولا نقعد مع بعض نشتغل وامرهم مشوره بينهم لان الادعاء يساهم بشكل كبير يا معالي المستشار في تحقيق العداله. حضرتك اي كلمه تانية انا مش هسمع مش هقبل اي كلمه ثانيه. احنا بنلتزم باللي قالته عداله المحكمه الموقره، ولكن الادعاء بالحق المدني النهارده كل الناس الوطنيين اللي بيحبوا مصر جايين يدعوا مدني هم لا يعرفوا بعضهم الا هنا. فانا ليه ادعاء بالحق المدني عن جبهه المحامين لانقاذ مصر؟ خمس محامين حاضرين النهارده ب 10,000 واحد. ماشي. بعد اذن حضرتك ليه طلب قدام عداله المحكمه الموقره؟ ان تبقى للماده 11 والماده 308 من قانون الاجراءات الجنائيه. انا شايف ان هذه الدعوه التي بذل فيها المستشارين الفاضلين التحقيقات وما تقوم به النيابه العامه عشان اقف قدام الماده 98 جيم فقره واحد انها بتفضي بالحبس 6 اشهر. ما انا جاي لحضرتك، انا ليا طلبات سعاده الرئيس. حضرتك انا ما صدرتش على طلباتك. لا يا فندم. حضرتك انا صدرت على طلباتك. لا يا فندم. لا طيب انا حضرتك الاسامي بتاعت الناس المدعين بالحق المدني كلها في كشف بالطلبات بالمستندات انا حاسبتهم على الرجال. طيب عشان نخلص نصوص النواد بس خلاص انا اقصد كل طلباتك. انا طالب عداله المحكمه الموقره تعمل نصوص النواد بعد اسعد بس النواد بس 77 من قانون العقوبات. سعادتك اكتب لي الكلام ده كله في طلب وقدمه لي. انا سبع مواد عايز بس سبع مواد فقط عشان احنا نريح ونستريح لساعة الصدر اللي حضرتك سمحت لنا بيها. بعد اذنك يا استاذ فقط يا ريس هتريحنا كمتعب الحق المدني. انا ما نكتب الماده 77 من قانون العقوبات الماده 77 ب من قانون العقوبات الماده 77 د من قانون العقوبات الماده 80 د من قانون العقوبات الماده 82 من قانون العقوبات المادة 82 فقرة ألف من قانون العقوبات، المادة 83 فقرة ألف من قانون العقوبات، وأخيراً المادة 98 ه فقرة واحد من قانون العقوبات. حاجة تاني سعادتك؟ شكراً سعادة الرئيس. شرفنا الأساسي الاطلاع، بعد إذن سعادتك وسداد رسم الدولة. هذه المحكمة عنوان حقوق الإنسان. حضرتك ارجع ورا شوية. يا رئيس حضرتك ارجع ورا شوية. فين الحرس؟ ورا الحاجز والله يا سماحة. حرس حرس ورا الحرس ورا ورا حضرتك. الطلب الأخير لا مفيش طلبات تانية. لا فض الأحراس بنفس اليوم يا بني مفيش أحراس. لا سعادتك في أحراس محافظة. حضرتك طلباتك أنت بتبدأ خلاص. أنا هتقدم الإطلاع عليك يا ريس. حق الإدعاء المدني مقرر قرره الشرع وحقوق الإنسان. يا حبيبي أنت هتعلمني ما أنا فاهم. خلاص طب خلاص نحن نقيم كل الاحترام للقضاء المصري الذي تحرك هو القضاء المصري في العالم كله. هذه قضية تهم كل مصر وبسببها يا سيادة المستشار أوقفت الفوضى في مصر. تفضل هذا رئيس تفضل بس يا معالي المدني مش كاتب واحد يا سيادة معالي المستشار مش أحد بعد اسم علي سجل اسمي هذا حق الصدر حق المتهمين لأننا أصابنا ضرر كبير يا معالي المستشار. مصر يحفظها الله ونحرسها بعيوننا. الادعاء مدنيا بقيمة 100,000 واحد ضد المتهمين على أحمد درهم يا رئيس. ماشي أنا قلت يكتب بالكشف بالأسامي كلها وحسب الدم بعض. شكرا جزيلا. تشديد العقوبة لأنها تمس أمن مصر. تشديد العقوبة وعدم التفريط في العقاب لأن الله عز وجل ربنا تبارك. خلاص بقى يا أستاذ احنا مش احنا هنخطب. الله في ايه؟ بس يا أستاذ بس. حاضر مع أحمد شوقي مين؟ بس يا أستاذ. حاضر أحمد شوقي. متهمين؟ اتفضل. نبي الحرس شوية كده. يا أستاذ الصوت لو سمحت. الصوت لو سمحت.
ممكن يعني هات يا ابني منه المستندات هي لان هو صوره من صور العدل في مصر يا معالي المستشار. انا مش هات المستندات وهات الكاش المستندات لان لدينا الاستاذ الدكتور عمر عبد الرحمن مسكون في امريكا وهو رجل مريض وامريكا مرات كثيرا في حقوق الانسان معالي الرئيس. لو انا مش هسمح لك بالكلام تاني ولو كلمت تاني هطبق عليك نصوص القانون واي حد تاني هيخل بنظام الجلسه هطبق عليه نصوص القانون. ايوه شكرا يا رئيس. خلاص يا بنتي بس كده خلاص يا استاذ. انا مش عايزه خلاص يا استاذه مش عنديش وقت لسماع كلامك يا فندم. حاج انا دلوقتي وكيله مراقبه من امنستي انترناشونال وعايزه اكلم حضرتك. خلاص مش دلوقتي. في خطاب موجه لحضرتك علشان الجهه الخطيه هيتقبل بيه عايزين نستخدمه. هاتي الجو هاتي الجو بس خلاص خد ادي اللي مش عايز اسمع صوت عشان نسمع الدفاع بتاع المتهمين وإلا هضطر آسفا لتطبيق نصوص مواد القانون في الإخلال بنظام الجلسة. سيادة الرئيس المتهمين الحاضرين حضرتك حاضر عن مين يا أستاذ؟ هقول لهم الأرقام أولا الأرقام أقول لهم 11 وحضر الأستاذ عن المتهمين نجاد البرع عن المتهمين 11 أحمد شوقي أيوه وأحمد عبد العزيز وأحمد زكريا 14 وعصام محمد 33 محمد أحمد 34 ونانسي 35 وباسم 36 ومجد بس ثانية واحدة أحمد عبد ثانية واحدة أنا بتكلم فرنساوي قول ثانية واحدة ماشي خلاص هذا الأستاذ مع المتهمين فلان وفلان 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 اتفضل يا بيه وانا حاضر مع 11 و12 يا فندم باعتبارهم اول اتفضل يا بيه حضرتك مين احمد عبد الحميد حاضر مع 11 مع المتهمين ال11 و12 وحاضر الاستاذ مع احمد شوقي ومين يا بيه احمد شوقي واحمد عبد العزيز واحد عايز المتهمين 11 و12 كان 14 يحضر معه جمال الدين سعيد وحاضر الاستاذ جمال الدين سعيد جمال الدين سعيد 11 و12 يا فندم توحيد مع المتهم 14 مع عصام محمد علي مع المتهم عصام احمد علي المتهم 11 و12 يا فندم توحيد رمزي المحامي وحضر الاستاذ توحيد رمزي المحامي مع المتهمين احمد شوقي واحمد عبد العزيز المتهم 13 6 بالترتيب معلش يا المتهم 13 بيحضر معه عبد الحكيم الكردي المحامي ماشي وأيضا ضاع حنفي المحامي عن المتهم 13 ماشي أشرف أبو دوم المحامي عن المتهم 13 ماشي طارق محمد عجاج عن المتهم 14 وال 35 مع مين؟ المتهم رقم 14 والمتهم رقم 35 14 و 35 باسم وباسم ماشي عصام وباسم ثروة عبد الشهيد ثروة عبد الشهيد المحامي مع المتهمين أرقام 26 و 27 وحضر الأستاذ مين يا بيه؟ ثروت عبد الشهيد حضر الأستاذ ثروت عبد الشهيد مع المتهمين فضل رقم 26 و27 و28 لا ثانية واحدة بيه 26 هو محمد أشرف أيوة 27 هي روضة وروضة سعيد 28 هي حفصة وحفصة ماهر 29 أمجد محمد وأمجد محمد أحمد و40 يحيى زكريا غانم ويحيى زكريا غانم 41 إسلام محمد أحمد وإسلام محمد أحمد حافظ أبو سعد المحامي يحضر مع المتهمين 33 محمد أحمد عبد العزيز أيوة 35 باسم فتحي 36 مجدي محرم حسن ماشي محمد منيب يا فندم حاضر مين يا فندم؟ محمد منيب المحامي أيوة حاضر مع المتهم 40 يحيى زكريا غانم أيوة المتهم 41 إسلام محمد ماشي في حاجة تاني؟ طلبات طلباتنا سياده الرئيس لسه مش شفناش القضيه ولا عايزين تصريح في تصوير ملف الدعوه وعايزين اجل واسع لا تصوير بعض الاطلاع تصوير اجل واسع لان فيها مستندات لا مع كده ما ينفعش طلبات واحد
وانتوا او نسقوا طلباتكم مع بعض بس لازم تترجم بس ماشي محتاجين اجل ماشي لان المحكمه المؤقته يبقى تعرف نقطه الاطلاق اتفضل لان عندنا مشكله اتفضل بعتنا نجيب الملف الملف قالوا لنا بطاقه المشكله ان القانون المصري والسياسه تعلمونه وحضراتكم وتعلمونه ونعلمه نحن ونسدد المقتضى لا يوجد فيه ما يجعل مثل هذا الملف ايا كانت عدد اوراق مثل هذه الاخطر من ذلك وهذا امام عدلكم لتتصرفوا فيه جنائيا أن هذه النقود دفعها البعض ولم يأخذ إيصالات عنه. طب الموضوع ده في ال أنا بقول اللي معاليهم عشان يعني أنا بستأذن حضراتكم بالإضافة بالإضافة ده يا فندم إذا تكرمتم علينا بالرسوم الطبيعية وفق القانون الذي يقضي وفق عدد الأوراق المصرية بس انا اثبتش طلباتي انا منتهى اتفضل يا استاذ كلامي مع المحكمه حضرتك انا فاهم انا عايز اشتغل انا حاضر المنتهى حضرتك ما لابس وبعد اذنك احنا مش بنهرج يعني انا معايا طلباتي مكتوبه وقدم الاستاذ وقدم الاستاذ مذكره احنا عندنا طلبات مكتوبه ماشي يا فندم وقدم الاستاذ مذكره بطلباته واحنا مطمنين للطلبات احنا مطمنين للطلبات انضم اليه باقي الاساتذه المحامين الحاضرين مع المتهمين هو المتهمين محبوسين؟ لا يا فندم يعني عايزني احبسهم لا 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 ماشي يعني اذكر بس السياده العامه بس الطلب لا يا سعادتك عايزين نطلب شهود اثبات احنا لينا شاهدين اثنين فقط لا غير اتفضل والحاضر المدعي بالحق المدني حاضر عن نفسه لا حضرتك المدعي بالحق المدني انت اديت طلباتك أيوة. بالتعويض المؤقت تمام خلاص ولسه ليا طلبات ثاني بعد اذنك طب اكتبها في ورقه وبعدين يا رئيس طلبات ثاني يا استاذ وطلبوا اجل الاطلاع مع اخلاء سبيل ثانية واحدة طلبوا أجل الاطلاع مع إخلاء سبيل المتهمين في عايزين تقدموا مستندات عايزين تسمعوا عايزين تسمعوا شهادة حد طلبوا أجل الاطلاع حاجة تاني مع والتمسوا إخلاء سبيل المتهمين Yeah.